رغم أنهم يتكبدون مشقة العيش بأقل الموارد الممكنة، ما يزال النظام يستهدف أحلام الطلبة الجامعيين في البلاد من خلال قراراته التي تستهدف جيوبهم التي فرغتها سياسته وسنوات الحرب الطويلة. بحسب ما جاء في مادة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، خرجت وزارة التعليم العالي بقرار مفاده بأن يشتري كل طالب 3 كتب جامعية ليحصل على وصل بالمبلغ المدفوع، والذي يجب أن لا يقل عن 10,000 ليرة، ولا يمكن استكمال التسجيل من دونه. الأمر الذي أضاف عبئاً اقتصادياً إضافياً على الطلاب، بزعم أنه يريد طلاب مثقفين لا يقتصر تعليمهم على الملخصات التي تنتشر في المكتبات ويعتمد عليها الطلاب، حيث توجز المنهج وتختصر الحشو الذي لطالما اشتكوا من كثرته ضمن كتبهم. وبحسب المادة، باتت الجامعات الحكومية تفرض رسوما مضاعفة على الطلاب لتصبح مقاربة للجامعات الخاصة في تكاليفها، إذ يعامل كل طالب استنفذ سنوات دراسته في الجامعة وعاد بمرسوم يعامل معاملة طالب الجامعة ذات النظام الموازي، فيدفع رسوم تسجيل تقارب 70,000 ليرة. وفي حال لم يكن مستنفذا وكان طالبا نظاميا، يحتاج الطالب السوري شهريا على أقل تقدير من 200 إلى 300,000 ليرة بين أجرة مواصلات ومحاضرات ما عدا المصاريف الشخصية.